بدأ المعهد القومي للأورام في استقبال المرضى بكامل طاقته تماما كما كان عليه قبل العملية الإرهابية التي وقعت أمامه، وذلك بعدما تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وصيانة الأماكن المتضررة بمباني ومنشآت المعهد. في هذا المحيط مساء يوم الأحد 4 أغسطس الجاري انفجار لإحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر أحدث تلفيات في معهد الأورام بالمنيل وراح ضحيته 20 شخصا وأصيب 30 آخرون. لم يسلم مرضى معهد الأورام من الانفجار الذي وقع أمامه وازدادت أوجاعهم بتأثر المبنى ببعض التلفيات، ليصبح الحادث يوما جديدا يضاف لمشوار المرض لهؤلاء الأطفال. ولكن بعد أقل من أسبوعين أصبح المعهد جاهزا لاستقبال مرضاه واستكمال رحلة العلاج مع السرطان. تم الانتهاء من إصلاح وتجديد نحو 4 أدوار وجميع الأجزاء المتضررة من المبنى الشمالي للمعهد الذي يضم غرف حجز المرضى وعيادات الكيماوي وغرف عمليات، ليفتح المعهد أبوابه لاستقبال المرضى بشكل طبيعي مثلما كان من قبل. قدرنا نخلص أدوار المرضى كلها، وابتدينا من النهاردة الساعة 7 الصبح بسيارات الإسعاف نرجع المرضى من المستشفيات اللي استقبلوا المرضى يوم الحادث. العمليات طبعا كانت واقفة، هتبدأ النهاردة إن شاء الله أول يوم. خلصناها الحمد لله، الضرر اللي فيها كله تصلح، هي والرعاية المركزة، وزي ما بقول حيك المرضى ابتدوا يدخلوا من النهاردة، ولا إن شاء الله هنشتغل. عشرات الحالات عادوا بعدما تركوا المعهد بسبب الحادث. هذه الأسرة قطعت مئات الكيلومترات من سوهاج إلى القاهرة لاستكمال العلاج مرة أخرى. احنا كنا محجوزين يوم السبت، اخر حد طلعنا السبت، فدو قالوا لنا الجرعه بتعيدكم يوم الاثنين، دينا يوم الاثنين لقينا انفجار. فطبعا قالوا لنا روحوا بعد العيد ان شاء الله هترجعوا ثاني، وفعلا رجعنا بعد العيد والحاد الحمد لله تماما 100% الحمد لله، ما فيش عنا هنا بالنسبه للمعهد ما مقصرين. ساعه الحد كانت الانفجار عمل التصادم في المعهد، خلى كل حاجه باظت خالص هنا، السراير والرعاية جوه بايظة برضه، كل حاجة بقت أحسن الحمد لله، والجرعة واخد دلوقتي الجرعة، كل حاجة ترجع تمام زي الأول إن شاء الله. يعد هذا المعهد صرحا علاجيا وتدريبيا منذ إنشائه في 60ات القرن الماضي، قدم خدمته وما زال لآلاف المرضى، والآن يعود المعهد للعمل رافعا شعار الخدمة والمنفعة العامة للجميع بكل كفاءة. إبراهيم عزت، إكسترا نيوز.